حضرتك قلتي برضو لجريدة مسائية يوم 22 سبتمبر 90 أداء الفني شديد الشبه بهند رستم، وكانت قد رشحتني أن أكون امتدادا لها. ما هو وجه الشبه بين أداء فريدة سيف النصر وهند رستم؟ لا، مين الجريدة دي عشان ما قلتش كده؟ جريدة مسائية. لا، ده ما حصلش مني خالص. هو اللي حصل بالظبط، أنا عندي فعلا مجلات زي الكواكب وكذا مجلة. السيدة الفنانة هند رستم هي اللي رشحتني لمكانها، وهي موجودة ربنا يديها العمر والصحة. وأنا رديت قلت إنه كتير عليا قوي، وعشان يبقى عندك فكرة، الترشيح ده طبعا شرف فوق راسي من فوق، كأنه تاج يعني من فنانة قديرة زي هند رستم. ولكن أنا أحب أقول لك إن الترشيح ده قعدني في بيتنا كتير قوي بصراحة. يعني كنت كل ما أمضي فيلم، مش هقول لك جنب مين أو بأسماء أو كده، كنت بعد ما بمضيه بقول له شكرا، يعني بقعد بقى في بيت. بالعكس، هو ما فادنيش الترشيح قد ما ضرني. وبعدين في حاجة مهمة جدا، هي ما حدش يقدر يملى مكانها، ودي حقيقة مهما يعملوا. وبعدين أنا أروح فين فيها يعني؟ يعني هي كتر خيرها انها قالت ان فريده بالظبط كده اللي قالته، بتحسسني بالاغراء من غير عري وبالجلابيه البلدي. كانت هي شافت لي فيلم اسمه المتهم، كان عجبها يعني، وكانت قالت كده لزميل صحفي مش فاكره اسمه ايه، وفي الاذاعه كمان. فانا طبعا الترشيح ده انا مش قده خالص يعني. طب ننتقل لسؤال تاني. نشرت جريده يوميه يوم 18 نوفمبر سنه 90 هذه الكلمات: أنا ضد الخلافات التي تحدث بسبب ترتيب الأسماء على الأفيشات، فهذا تقليد ساذج، والترتيب الحقيقي في قلوب الناس. هل توافقي على وضع اسمك فوق الأفيش بعد أحد الوجوه الجديدة؟ هقول لحضرتك حاجة. دلوقتي أصبحت العملية في إيد منتج ومخرج. هنرجع تاني لحديث الشلال اللي أنا قلته. يعني أنا شايفة، افرضي حضرتك ان واحد جاب فيلم بيعمله بطولة وجه جديد، خلينا مع بعض كده من اولها، هو مقتنع بيها تعمل الفيلم. المهم هي تقنع الجمهور. لو اقنعت الجمهور ودخلت جوه قلبه، ودي طبعا عملية كارت ابيض من ربنا ملوش حل، ومهما اندفعوا فيه ما بيتاخدش بسهولة. طيب، دخلت قلوب الناس، احطها على راسي من فوق، مش مشكلتي بقى، خلاص ربنا عاوز كده. ما دخلتش وفي فرد مستمر، برضو دي مش قضيتي، عندها اللي بيعمل لها الفيلم. انت فهماني ازاي؟ طيب، النهارده انا جيت جنبها دور تاني، يا انا هقبل يا مش هقبل. بس انا مش بقبل او برفض عشان هي مين، لا، انا بقبل دوري شكله ايه، هيوصلني لايه، هقدر اطلع بيه سلمه ولا هينزل لي السلمه اللي انا لسه واقفه فيها. لو هينزلها لي ملهاش لازمه، لو هيطلعني درجه كمان هعمله، ماليش دعوه بيها بقى خالص. والدليل على كده ايه؟ زي العائله مثلا، بقول لك مثلا دي اول حاجه رجعت بيها، كتب اسمي في التريلر بعد عبد الهادي انور اللي هو كان عامل جوزي البواب. اجي اقول بقى لا، ده اشتغل جنبي مسرح كان دوره قد كده، وانا بطل، وانا عملت بطولات افلام سينما، عشان يبقى عندك فكره قبل ما اقعد يعني، وكنت هستمر في كده. فبقول لك انا برضو اللي بهمل في نفسي. فما اقدرش اجي اقول كده، المخرج شاف كده، هو حر لما اتعرض العمل وشافه غير كده خلاص. بالعكس كده، انا مش بفرض نفسي بمشاكل او بحته انا ومش انا، لا، ده هم نفسهم بيتكسفوا من نفسهم. انت فهماني ازاي؟ فده بيبقى احسن لك. انا استغربت، انا كنت ببقى قاعده في اوضه المكياج وناس جداد جدا لسه لاول مره يمكن يشتغلوا في نفس العمل اللي انا فيه دوت، راحوا اتخانقوا وعملوا مشاكل عشان اساميهم تتحط فين؟ فبتضحكي. طبعا. انت فهماني ازاي؟ يعملوا اللي يعملوه. بالعكس، كانوا بيحمسوني، فريده روحي اتكلمي، تقوم اتكلم في ايه؟ دماغنا دماغنا. هات يا ابني البتاع ما نقرا ونشتغل. اتكلم في ايه؟ طلعتي من العمل لما اتكتب اكبر نقاد واكبر صحفيين، وفي ناس كانوا ضدي في عملية الاعتزال والرجوع، صحفيين يعني اذكر زي الاستاذ عبد الستار الطويله مثلا، اتفاجئت بيه لما بيقابلني، كاتب اولا كلام مش ممكن يعني عني، ولما قابلني حتى جرايد المعارضه. طيب، انا اثبتت نفسي للناس دي ودخلت جواهم وفرضت روحي عليهم بايه؟ بدوري. لا كلمته لما شتمني وزعلت منه، ولا اتكلمت اسمي فين؟ اذا شغلك هو اللي بيحطك انت فين؟ صح، فاهمه قصدي ايه؟ شغلك هو اللي قيمك. يعني انا ما كنتش احلم ان يتحط في ندوات وصحافه وجرايد ونقاد كبار وانيس منصور وعصام بوصله ومش عارفه مين وحسن شاء، ناس ليها اسمها، ومش عايزه اقول اسم مد البرنامج، بس هو ده الحصل، عبد الرازق حسين والوفد وبتاع، ناس كتير قوي كتبوا عني كلام انا حقيقي حسيت ان انا مش قده فعلا. فهماني ازاي؟ عوضني بقى عن الاسم، وان شاء الله كانوا ما حطوا اسمي خالص. لما اتحط مثلا، اتحط صوره ليلى علوي كنجمه كبيره في مكانتها دلوقتي وفريده، والمقارنه بين الاثنين ده شيء كتير قوي. يبقى انا لو كنت عملت خلافات على الاسم وانا ما عملتش حاجه، ما طز يعني، فاهم قصدي؟ فالاسم عمره ما، انا فعلا بستعجب وما زلت بستعجب حتى لو كان الحديث ده قديم،
بستعجب جدا. يعني العمليه ببساطه شديده ما مش عمليه تحطيني فين واحطك فين. صحيح. افرضي نفسك انت والناس هتحطك عندها نمره واحد.